هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام مع الانطلاقه متواصله والتحديات مستمره على ارضيه هذا الميدان اشواطنا متواصله. انطلق الشوط الثاني في مجموعه الاشواط خصص مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام للقعدان الفطامين مع انطلاقة صندوق المفتوح مباشرة مع البداية مباشرة مع المقدمة للطام محمد بن عبد الله بن مسلم لنيبي يتقدم مع البداية على مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم في هذا الانطلاق الكبير مع انطلاقة وصول مهدي سعيد بن مطر بن خويد مشامسية على مستوى المركز الثاني النقلة مباشرة الى المركز الثالث وصول من خلال تواجد هذه الاسماء الحاضره هذه الشعارات المنطلقه في هذا المسار المستمر تابع الاسماء الاخرى يا سلام. ولكن نعود مع البدايه نعود مع المقدمه نعود مع المركز الاول من يتقدم في هذا الانطلاق مع مهدي مع مهدي مع البدايه الاولى يتقدم رحم تيلا في هذا الانطلاق المستمر في هذا الابداع الكبير مع البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط مع الخمس ميدات الأخيرة ما يصلنا عن الوصول والبداية مع مهدي سعيد بن مطر بن خويدة مشامسية على البداية الأولى يا سلام يا سلام هذا هو مهدي هذا هو مهدي يتقدم مع البداية ينطلق بالانطلاق الأخير بالاندفاع المثير على البداية الأولى تهانينا والناموس لمالك مهدي سعيد بن مطر بن خويدة مشامزية أشكرك يا رعم تيلة على هذه المشاركة على أرضية هذا الميدان تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لحظات وصوله عبور إلى خط النهاية بلا أي منافس على الإطلاق تهانينا والناموس المركز الثاني المركز الثاني وصل في هذه اللحظات مع المركز الثاني كان أيضا البطين عمر بن محمد الكعبي والمركز الثالث المركز الثالث ما مدوم معنا في كش البيانات التوقيت الزمن دقيقتين ثمان ثواني تهانينا والناموس لرعم طيلة على هذا الفوز والانتصار.